أنا يعني كنت من الذين قدروا جدا ودعموا جدا حركة 6 إبريل من البداية، خصوصا وأن حركة 6 إبريل في هذه اللحظة تتعرض لمحنة، وفي المحن هناك رموز سياسية كثيرة تلجأ إلى الهرب، ولكنني لم أعتد على الإطلاق أن أهرب، ولذلك أحيي هذه الحركة في سواء كانت في قمة انتصاراتها وفي قمة مجدها وفي قمة الترحيب الشعبي بها، أو كانت تتعرض إلى حملة إعلامية ظالمة. ولذلك أنا يعني بكل وضوح أقول أنني ضد هذه الحملة الإعلامية الظالمة، وأحيي كل رموز 6 إبريل وكل الشباب الذين يقبعون الآن في السجون المصرية.